لو لم تكن هنالك تدخلات سياسية إيرانية في الشأن العراقي لما كنا شاهدنا تواجدا عسكريا أمريكيا في العراق. هذا التدخل العسكري لم يكن بهذه القوة لما شاهدنا تهديدا ووعيدا من الجانبين الأمريكي والإيراني. كل هذه الصراعات على الأرض العراقية التي دأب أبناؤها أن يجعلوها حرة غير مقيدة، إلا أن ما فيها من ثروات واستضعف الحكومات المتعاقبة وتراكم الأزمات جعلت البلاد متاحة لكل هذه التدخلات الغاشمة للسيطرة على الثروات الطبيعية. التدخل الخارجي بينكم ما خلي يروحون يتحاربون يتقاتلون خارج الحدود العراقية. احنا ناس عراقيين نريد السلم والسلام والامان، وحتى نريد نعيش، يعني نسليح ولدنا الخريجين والعوائل اللي كل واحد ما يملك فلس كل شيء، وهذا راح ياثر علينا. سوى هذا الحصار اللي راح ياثر علينا راح تكثر بعد، يصير مشاكل ويصير قتل ويصير ذبح. هاي امريكا وايران اللي دخلت بينا، يروحون برا يحاربون يقاتلون يجاوبون علينا. مطالب المواطنين من جانب اخر تركزت في ضروره التوجه صوب التخلص من هذه القيود والتحرر من جميع التدخلات التي من شأنها أن تعرقل سير الازدهار والتطور للبلاد، وإن المبادرة بالحوار والتوصل إلى الحلول السلمية هي التي من شأنها إخراج البلاد من دوامة حرب قد تشتعل نارها في أي لحظة. نار الحرب بين إيران وأمريكا، العراق ما تطلع منها سالما أبدا، ولكن كيف نحافظ على أنفسنا؟ الحل الوحيد هو تغيير الأفكار العقول العراقيين. يعني نحن ما نستفاد من الحرب نهائيا، حتى إذا دخلنا بالحرب نحن خسرانين. نحن العراقيين لازم نحافظ على أنفسنا وعلى سلميتنا بشكل أنه نغير عقول الجيل القادمة بأن العراق يبقى للعراقيين ويحافظ على أنفسنا، نقدر نبني جيل يعني يخدم البلد ويطلع العراق سالم مثل سابع أهلها. أما إذا دخلنا بالحرب نحن خسرانين لا شك من ذلك. في خضم الصراعات والنزاعات الدولية والإقليمية على الأرض العراقية، هنالك أمل لدى الشعب العراقي في أن يحول الحوار دون الحرب وأن يعم السلام والأمن عموم البلاد. من بغداد، محمد فراس، قناة تغيير.